أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية في الأسكندرية. حي شرق استقبل 4587 طلب للتصالح في مخالفات البناء. أما في أسوان فقد تم تنظيم 3 قوافل طبية وبيطرية وزراعية ضمن مبادرة بداية. أما بالنسبة للمنيا فهي تصدرت المركز الأول في تنفيذ مبادرة مشروعك حسب تقرير وزارة التنمية المحلية. كمان محافظة إنا شهدت فعاليات بداية للكشف المبكر عن سوء التغذية بالمدارس. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. حي شرق الإسكندرية استقبل المواطنين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بهدف تقديم الدعم اللازم لإنجاز معاملتهم، وتم إنهاء 4587 حالة والتعامل مع 13 شكوى عبر الشباك، بالإضافة لتسع شكاوى واردة من خلال البوابة الإلكترونية. نظمت جامعة أسوان 3 قوافل متنوعة طبية وبيطرية وزراعية ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان للتنمية البشرية. وتم تنظيم القوافل بقرية الحجز بحري التابعة لمركز إدفو، واستهدفت نحو 53 ألف نسمة داخل 14 نجع، والقرية مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلنت محافظة المنيا حصول المحافظة على المركز الأول في إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن مبادرة مشروعك على مستوى الجمهورية. ونفذت المحافظة 23.5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليار جنيه، وتم توفير أكثر من 159.2 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. شهدت محافظة قنا انطلاق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2024-2025 اللي انطلقت من مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي بمدينة قنا الجديدة. بتستهدف المبادرة 666,197 تلميذ من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة في 643 مدرسة من خلال تشكيل 94 فريق طبي مدرب على أعلى مستوى. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن جزيرة النور، عزبة ددوار، أطواب والمنطقة الشرقية بعطف أفواه، وده نظراً للقيام بأعمال التطهير بمحطة أطواب فرع الوسطى، وبيتم توقف المحطة اليوم الاثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً من نفس اليوم. أكدت مديرية الصحة بدمياط أنه تم الكشف على 1344 مواطن خلال قافلة طبية تم تنظيمها بعزبة عبد الرحيم مركز كفر البطيخ في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. تضمنت القوافل المجانية عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق. افتتحت جامعة سوهاج كرنفال بداية الأنشطة الطلابية المقام داخل الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة تزامناً مع انطلاق العام الجديد، وبتشمل النشاط الرياضي والعلمي والفني والثقافي والاجتماعي والأسر والاتحادات الطلابية وغيرها من الفعاليات الطلابية. في البحر الأحمر بدأ مجلس مدينة الغردقة أعمال تطوير ممشى شارع الشري بمدينة الغردقة ضمن أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة المختلفة، ومن المقرر أن يتم رفع كفاءة الممشى وإعادة تطوير أعمال صيانة اللي بتشمل دهان البردورة والأعمدة وترميم الأرضيات وغيرها من الأعمال.